هذا سائل يقول: رجل بنى مسجدا كبيرا وجعل له قبرا فيه وهو ما زال باق على قيد الحياة، ما نصيحتكم له في ذلك؟ أن يتقي الله وأن يزيل هذا المنكر، يتوب إلى الله من هذا. نعم، الله وسع الأرض، لماذا يخص المسجد بيجعل قبره في المسجد؟ اللهم وسعنا الأرض ليقبر مع المسلمين في مقابر المسلمين. نعم.